توفير مختلف المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد وضمان التزام التجار بنظام المداومة هو الهدف الذي تسعى إليه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال قيام المدراء بزيارة المحلات التجارية والأسواق ونقاط البيع المختلفة لمراقبة توفر السلع لتسهيل عملية التسوق خلال هذه المناسبة. شهدت يعني كالعادة بلدية الجزائر الوسطى يعني مداومات للمحلات، يعني مثل المحلات للفضاء الكبير بما يقال لهم سوبيرات، والمخابز كانت عندنا مخابز في حي كريم بالقاسم، محمد الخامس، شارع أحمد شايب، كل هذه المخبزات كانوا مفتوحين، وكاين محلات أخرى كانت مفتوحة يعني ذات الاقتناء الأساسي خاصة. هذا وتم تجنيد عدد من البياطرة لمراقبة عملية ذبح الأضاحي على مستوى ولايات الوطن وتوفير خط خاص بالمواطنين في حال وجود كيس مائي في الأضحية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الاحتياطات اللازمة. يأتي هذا في إطار آلية التأطير الصحي البيطري خلال المناسبة. فيما يخص النظافة والنقاوة العمومية، سخرت بلدية الجزائر الوسطى مداومات، أولها يعني مداومة بيطري، كانوا عندنا بيطريين يعني 2 امرأة ورجل، فيما يخص الكيس المائي، وفتحنا رقم أخضر للبلدية يعني ليتصل به المواطنين، هو يعني رقم مجاني 0800110002. عدد كاف من التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين يمثلون عدة نشاطات إنتاجية وتجارية وخدماتية تم تسخيرهم لتلبية متطلبات المواطنين ولضمان الخدمة العمومية. واحد زوج سوايع بر كنت في شاماناف، كاين الحافلات ما شاء الله في أودا، الحافلات اللي يدو كاين الحافلات صح، شهداء كاين الحوانت ماشي كاع مفتوحين. يعطيك الصحة، كاين لي بولونجيا مفتوحين، كاين زوج لهنا مفتوحين، كل حومة كيما نقولوا الكارتي لهنايا لقيناه، واش حبينا نشرو كاين الحمد لله، والله غير ما شاء الله. على كل حال حنا نشوفوا في اجيسونت كاين لي ديبلاسمون، كاين الحافلات، والناس دوكا الناس ما كاش لي ديبلاسي، دوكا راهم العيد مع الذبيحة، ومن هنايا ما كاش لي ديبلاسي، بصح لو مومون هذا رانا نشوفوا شغل حافلات كاين. وفي اطار السير الحسن لهذه المناسبة، فقد فعل الديوان الوطني للتطهير نظام المداومة كذلك لضمان التدخل السريع خلال أيام عيد الأضحى، وكذا استمرارية الخدمة العمومية للصرف الصحي.